وين؟ نحن في اي مكان؟ العالمية ما جينا هاك اليوم؟ ايه زينة ولا لا؟ ايه الحين بني اليوم بني يمكن بعد فترة بين فترة والثانية بني ها اجواء رمضانية جميلة مهند كيف حالك؟ مرحبا يا هلا ابو محمد كيف انت الله يحفظك؟ الله يسلمك مهند تعرفنا بحضرك؟ انا اسمي مهند اسحاق مدير اول علاقات الضيوف في القرية العالمية مرحبا ابو سهلا تشرفت بشوفك اخوي تشرفنا يا اخوي الله يسلمك شو المستوي الحين ما شاء الله الدنيا بعدها اشوف هالعالم حركة ساير وياي وأوادم انا توقعت في رمضان ما بلقط حد او انه بيكون يعني ما شيء زود زحمة او ما شيء زود حركة يعني طبعا هذا الموسم 25 للقرية العالمية بالنسبة لنا نحن موسم فريد من نوعه ومميز جدا يعني اليوبيل حاليا يوبيل الفضي احتفل فيه على مرور 25 سنة على تأسيس القرية العالمية طبعا غير هذا يعني اول مرة في القرية العالمية يمر علينا شهر رمضان وهذه البداية ان شاء الله في السنوات القادمة كقرية عالمية نحن نفتح في الشتاء لأن مكان منطقة مفتوحة رمضان يعني قام مثل ما تقول يقرب على الشتاء ومن هالموسم والمواسم الجاية إن شاء الله راح يكون جزء من مواسم القرية العالمية راح نستمر في شهر رمضان يعني بيكون في رمضان؟ إي نعم دائما إن شاء الله راح نصادف رمضان في القرية العالمية إي نعم إن شاء الله فأتوقع راح تكون أجواء غير يعني ما راح يكون أجواء عادية ولا يتروالي أكيد ايه اجواء رمضانيه يعني الاجواء الرمضانيه بيكون اكيد غير مختلفه عن كل اجواء اكيد سبحان الله صلاح مبسوط يدك عبيد خميس والله مليون رعيه ايمان مرحبا مرحبا امي شحال حبيبتي الله يغفر لي يدك ويخليك يا مرحبا حبيبتي ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظك شوفوا جايين سلمي عليهم كلمه اشوفهم من هناك يتروعون التصوير اوكي حبيبي كيف حالك الله يحفظك الله يسلمك كيف انت يخليك تعرف هذا اللي هناك البطل ايش قام اعرفه صلاح صلاح حالك يعني بخير الله يخليك زين تو الناس انت على هالعربان كسرنا تبوك ولا تصغير لا مكسوره ريولي بسم الله عليك ما تشوف الحين هذه القريه توفر هاي لا 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 هاي تاجر والله ساعه 50 ايوه رزينات يعني ما شاء الله وهذا فريجك وياك الاهل هاي الحرمه والبنات هي الله يحفظهم ان شاء الله ما صوركم لا تروع لا ما عندهم سوالف ما عندهم الله يحفظهم ان شاء الله تشرفنا فيك خير. الله يسلم مهند شو الحين شو الشيء الجديد السنه عندكم اللي خص رمضان طبعا القريه العالميه غنيه بالمحتوى بشكل عام ايه عندنا العروض الترفيهيه عندنا تجربة التسوق من كافة الأجنحة اللي تمثل ثقافات مختلفة ومنطقة الألعاب اللي اسمها كرنفال ما شاء الله فيها يعني فوق 100 لعبة وأيضا العروض الترفيهية للقرية العالمية فريدة أو قوية فيها طبعا القرية في رمضان توجب علينا أيضا أن نحاكي أو نغير المحتوى اللي موجود في الايام العاديه يعني مقارنه بالايام العاديه مثل شو اللي مختلف على سبيل المثال الموسيقى اللي تسمعها اليوم حين حاليا هذه تمت اعاده دبلجتها او انتاجها بحيث انها تواكب شهر رمضان اي نعم قمنا باضافه مجلس جديد مجلس العالم نحن عايدين اليوم عنوتنا مخصوص حسب نعرف مجلس العالم نعم بتودينا بنسير نحن ان شاء الله مجلس العالم وبنخبرك عنه في الدرب وايضا يعني تجربه التسوق ايضا يقولون الناس في قبل الفطور القرية العالمية ساعات عملها تغيرت في السابق كانت من الرابعة مساء حتى الثانية عشر وفي العطلة الرسمية ونهاية الأسبوع بين الساعة الواحدة بعد منتصف الليل زين في رمضان نفتح قبل الإفطار اللي هو الساعة 6 قبل صلاة المغرب واللي بيفطر هني واللذان عفوا اللذان الاذان يكون حول ال 46 تقريبا لكن شيء مدفع ولا لد نعم عندنا مدفع مدفع انا هذا اللي سمعت عنه مدفع جديد مسوينه خصيصا حق شهر رمضان في القرية العالمية تبارك الرحمن دومها دبي كل شيء ابداع فيها وكل جديد وكل شيء مميز تلقطه في هالاماره تبارك الرحمن بلادنا الحمد لله بلاد خير ولكل وقت ولكل موسم ولكل لكل توقيت
فعاليات وله أجواء وله جو وله برستيج وله قوانينه الجميلة. فلذلك الحمد لله كل شيء مرتب وكل شيء فنان. باليلسة بشيركم شيء مكان للسحور وشيء مكان للفطور وشيء مكان يا ويل تصوريني 500 خرامة 5000 ما أدري كم والله زين نسيت شو بقول. الحين أول بادي الحين بنمشي لين الميلس الجديد اللي كلمتكم عنه ميلس العالم. ميلس فريد من نوعه فيه تجارب إضافية للضيوف. زين يمكن الضيف يحجز قبل لأي القرية العالمية عن طريق الموقع. من نوصل هناك بنرمس شو رأيك؟ الله يسلم. صلاة عرفت هاي الحرمة منو؟ يا صور دفعها 5000 قولها شكاي. الله يبارك فيك يسلمك. أجواء حميمية تحس بها عائلية تحس أجواء رمضان ما شاء الله. قاصر بس وجودك أنت وعائلك وأهلك وصدقانك مكان فنان ويستاهل من يعني له. القرية العالمية فيها أكثر عن 26 جناح. الناس ما بها إلا شوبينج ومشاري. الأجواء الروحانية اللي محيئة في القرية العالمية في هالأيام المباركة شيء جميل في منتهى الروعة. فتلقط الناس كلها تي من كل مكان. الناس كلها مبسوطة وفرحانة ومسرورة لأنك تلقط ثقافات عديدة. ثقافات من كل الدول من ثقافات كأطعمة من عادات وتقاليد من مراكز تسوق جايبين لكم العالم كله موجود في دبي في قرية واحدة. فلذلك فيها 26 جناح وكل سنة يزيد جناح وجناحين جناح وجناحين إلى أن أصبحت حاليا 26 أو 27 جناح. مهند من الساعة كم من الساعة كم انتوا فاتحين؟ في رمضان نحن نفتح من الساعة 6 مساء قبل صلاة المغرب. ايه لين الساعة 2 صباحا اللي هو بعد اخر وقت اللي الناس تقدر تكون فيه بحيث ان نغطي الافطار ونغطي السحور مع بعض ان الناس تقدر تستانس ويانا في هذا الشهر الفضل. انزين الميلس الحين هذا هو الميلس صح؟ نعم الميلس هذا مفتوح كامل. هذا الميلس مفتوح ونفس الوقت مكيف من الداخل. كيف؟ في مكيفات عدد كبير من المكيفات بحيث ان الجو يكون لطيف داخل. نعم لطيف داخل وخفيف على الضيوف. انزين واللي الحين بيي اللي بيي يبى يجلس في الخيمه. نعم. يعني جاي الانسان مثلا يبى يفطر جاي هو مع فريج وهله وعياله قبل المغرب. كيف طريقه الحجز؟ عنده قبل لا يجي هو اي يوم يقدر يدخل الموقع الرسمي للقريه العالميه ويحجز. يدخل الموقع الرسمي للقرية العالمية ويقدر يحجز على حسب كم ساعة يبغي. الأسعار طبعا حرصنا أن تكون جدا رمزية. الساعة ب 25 واليوم كامل ب 75 درهم. والله عليك. اي نعم. حتى يعني لو بيوم بيجلسون من المغرب لين نص الليل. 75 درهم على الطاولة مش على الشخص. والله عليك. على ست أشخاص يعني يطلع لك حول 12 درهم على الشخص. يعني شيء شيء رمزي. شوف الخيمة شو حجمها. شو حجمها؟ الهواء في الهواء الطلقة يا غير مكيفة داخل. نحب نريكم طريقة يوم أقول لكم ما شاء الله كل شيء بتلقطونه مميز موجود عندك في جنتية دبي. كل شيء مميز استحالة تلقطون شيء دار مسوي هذا الشيء. وهذا على ما تشوفون احتفالات بالقانون والأورج والناي موجود المسحراتي جميع اللهجات وموجود طالت عنكم الحكواتي. كل شيء جميل بتلقطونه. هذه هي دبي دومها دوم كل شيء فيه ناتج جمالية بتلقطونه في هذه الإمارة تبارك الرحمن. يا الله يا رب انك تحفظها من دار شيء جميل ومتهى الروعة. شو الفعاليات اللي تقام في النص مخصصة للفعاليات هذه؟ عندنا عازف العود عندنا عازف الناي عندنا عازف القانون ايضا المسحراتي وراقصة النورة ايضا يكونوا موجودين هنا بشكل دوري ومستمر. وايضا شيء جميل جدا اللي هو الحكواتي اللي كان في سابق الزمان مسلي للملوك. وزير الترفيه يكون يحكي القصص المختلفة عن قديم الزمان. وين يكون مكانه؟ يكون في النص وايضا يجي على كل طاولة ويحكي القصص للضيوف اللي قاعدين معاه. تبارك الرحمن. منظر في منتهى الروعة. شيء طبيعي ما اقدر انزل كاميرا لان في ناس عوائل وايد واكيد ما يبون التصوير. هاي لاك ما شاء الله برايهم رياييه.
شيء كله فيه تنسيق وكله ترتيب وكله جميل واجواء عائليه. هانا كونو ها شو الاخبار؟ والله صراحه يعني الاخبار فنان جايز لك تبانا نجلس لو تبانا نصير نتمشى والله في تباعد وفي شيء. اول شيء نشوف عقب نرجع لنا في الخيمه هذا عود. اي والله وترت في التكييفات شو كنديشنات في كل مكان كنديش من الكبار مكان منظم مكان مرتب ما شاء الله فعلا الواحد يفتخر يعني الاماكن هذه. وين البيت تبانا نصير الحين؟ اللي يريحكم تبون نجلس مكانكم موجود تبون نصير نشوف تجربه التسوق في القرية العالمية. جو رمضان اللي موجود عندنا بعد الدرس نبي شيء هذا الحين هاي من الأشياء الجديدة أنا ما قلت شفتها. نعم زين نبي شيء ثاني جديد شو شو الإضافات في البنية التحتية للقرية اللي سويتوها؟ طبعاً أضفنا عدة أشياء. عندك النافورة الراقصة هذا الموسم تحتوي على نافورة هي راقصة نفس الوقت مرئية وفيها نستخدم فيها النار النارية المائية مع بعض. منطقة الألعاب كرنفال دائما في كل موسم نحرص أن نضيف ألعاب جديدة للعائلات. هذا الموسم لعبة مانيلا بيهم أيضا لعبة موجودة. نعم. طبعا العروض الترفيهية العرض الشيق اللي تقدر تشوفه هناك ميشن سبيد اسمه. إيه. هذا العرض هذه منصة العروض الشيق. شو يقدمون الجماعة من المشاريب؟ ولا الواحد يقدر يعني مثلا هني العديد من المطاعم والأكشاك ولا اللي فيها الأكل يعني الواحد يقدر يختار يجيب من برا ويجيبه هني عندكم مش ممنوع ولا شيء. كبيرة من الضيوف يحرصون أنهم يزورون القرية عشان تجربة المأكولات. أها. فحرصنا أن في الميرس هذا يقدر الضيف يصير يأخذ أكله من برا من أي كشك عيبة أو مطعم ويقدر يجلس مع أهله هنا ويستأنس فيه. بالإضافة إلى ذلك في منيو صغير هني مميز أيضا من الخفايف اللي نقدر نعرضها لضيوف كبيرة. نعم. واللي يبي يأخذ من خارج من الأكشاك الأكشاك يروم. يقدر يأخذ فيه. الأشياء اللي موجودة عندهم في الخيمة الرمضانية مثلا الزهر الورق الدومنة وايد الأشياء يعني في ألعاب عديدة وكثيرة وطاولات ما شاء الله كبار كل طاولة يعني كم الحجز حجها؟ الطاولة الواحدة تأخذ 6 أشخاص 6 أشخاص وكبار وفيها تباعد وما شاء الله مكان كبير يعني المدخنين أيضا لهم مكان خاص شيء شهري؟ لا شيش ما شيء بس اللي يحب يدخن يعني له مكان خاص يدخن يعني زقارة يعني إيه هل بالمداويخ وهل بالزقارة لهم أماكن خاصة يعني ملكية عامة يطرون دي أنا حيك وسهلا هي اللي بيصور وياي يصور بدون مشاور الله يطول عمرك أنا من كله وأنا من كلها هذا الرجال منو بالله عليه عبد الله مطر والله والنعم الله يحييك هذا ريال محمد ولد نعم هذا ولدك؟ الله يبارك فيه ان شاء الله بلغ فيه معرس يا رب امين تبارك الرحمن الله يخليه ان شاء الله مرحبا التصوير متى؟ متى التصوير؟ 2019 في وين بالله عليه؟ في هالمكان ما تذكره؟ بانكوك ذكر المكان بسم الله ايش قاعد شكلي بليل هذا بليل لا جميل وحيل ما شاء الله عليك الله يحفظك ما شاء الله عليك الله يبارك في حياتك شكرا جزيلا اكيد مصر ام الدنيا وضعها ما بمثل وضع اي دوله ثانيه جو اجواء رمضانيه اللي في مصر كلكم تعرفونها والناس تتعنى لها من اخر الدنيا لين مصر عشان يعيشون الاجواء الرمضانيه فيها لكن ابوي القريه العالميه جابت لكم الاجواء المصريه كلها عندكم انتم بفوانيسهم وعلوم وين القريه المصريه بالله عليك؟ القريه المصريه هذه تقدر تشوفها اللي ورا المطاعم ايجبت ايجبت ام الدنيا والعالم بين يديك الحين ساري لها ان شاء الله. هل تعلمون ان عدد المطاعم اللي في القريه العالميه يفوق ال 150 مطعم؟ من جميع أنحاء العالم فلذلك المطاعم هي اللي تألف بين القلوب اللي تجمع الناس كل هالعرب أبوي بطينية منو ما ببطيني حد ما يعيبه الأكل الناس عايشة على الهواء ما حد أبوي عايش على الهواء بني آدم شيرة أكل وشرب من سوة الدنيا. أما فكرة مجلس العالم هذه روحها أسطورة يعني
مجلس العالم روحه أسطورة تبارك الرحمن. الخيار موجود، أنت مش حينه ملزم أنك أنت بتيلس، بتيلس لازم أنك أنت تاكل من عندهم. عاطينك الخيارات، عندك 150 مطعم تقدر تطلب أكلك، ولا تصير تجيبه، ولا تطرش حد يجيبلك إياه، ولا تطلبه أونلاين، ولا تحجزه اللي تباه. عندك الخيارات كثيرة، تقدر تطلب اللي تباه ويجيبون اللي مكانك. وهذه ها مصر من الدنيا والعالم بين يديك. هذه الأجواء ما كانت موجودة قبل، هاي اللي تشوفونها هاي كلها أجواء رمضانية. تحيدوا أجواء الحسين، أجواء السيدة نفيسة والسيدة زينب، كلها النمونة. هذه أجواء مصر كانت وما زالت منتشرة في أرجاء العالم، يا غير في القرية العالمية في دبي مسوين عليها فوكس، تركيز في كل حتى الأرضيات، حتى الأرضيات. شوفوا يوم أقول لكم دبي، دبي أقول لكم دبي ما شاء الله تبارك الرحمن، كل شيء مسوينه على حسب الطابع اللي تنتمي إليه المدينة أو البلد اللي جاي من هالشيء هذا. أجواء رمضانية وفوانيس على ما تشوفونها، كأنك جالس أبوي في مصر. تشوفونها فرغلي، فرغلي هذا أبوي فرغلي، فرغلي بكبره يا أبو لكم إياه من مصر لين دبي. الحين فرغلي هذا اللي هو في مصر ولا روحه؟ شو اللي شو؟ وأقدح حق عندكم إيه؟ مانجا. أشكر فنك، يبقى صح. مدامك انت قلت اقدر حاجة المانجا يبقى اكيد تدوقها كمان. ادو ابوها. لا هو ما ويت. ها صلاح شو تبى؟ شو مانجا وانت اكون مانجا مصري، مانجا مصري بلونين مشمش حشامي يخزي العين. يلا حاضرين حاضرين. يلا شو تعال ياي، شو اسمك انت؟ حازم. حازم شو الفرق الحين هذا وليش ما يبتلي شلموه؟ لا عشان هي كده في مصر. تشربها زي في مصر، تعال في مصر تشربها زي مصر. بارك الله فيك. يلا دوا حبيبي. صلاح شو تبى؟ صلاح بالله عليكم، شو صلاح؟ واحد منو؟ انا بتجيب العصير؟ على حسابك؟ شوف الله عليكم الرحمة كيف. حاضرين يا صلاح، حاضرين انت تامر ترى كل مصر كل مكان في عندهم عصير، لكن مانجا فرغلي غير نمونه، غير عن اي مانجا في الدنيا العوده. ها اختفى حسك، هذا من عقب مانجا فرغلي. يلا بس صلاح حبيب، بس صلاح صلاح وجودك في القرية العالمية وتتمشى من جناح إلى آخر، من الإيراني إلى الأوزبكستاني إلى التركي إلى الأوروبي إلى التايلندي إلى المصري إلى المغربي إلى السعودي إلى الكويتي، هذا كله أشياء وايد زينة. الناس تفرح فرح كثير، الناس يعني تستر، يعني يابيلك العالم كله، العالم كله بين يديك، وأنت جوين في بلادك. ما في داعي انك تسير، الحمد لله رب العالمين، هذا فضل ونعمه من الله سبحانه وتعالى ان نحن الحمد لله الله مسخر لنا هالحكومه جابت لنا الكون كله في مكان واحد. ها كل شيء من ماكولات، من فنون، من عادات، من تقاليد، من لبس، من كل شيء موجود في بلادهم، جايبينه مره واحده، جايبينه مكودين تكوين. هبل ميوب شيء بسيط منه كويت، سوي ابتسامة ورمس العرب وسولف وياهم. ما صورك، ما صور، لا تحاتن. هي هي ها صلاح بتصوري، سأصور ويا الحرمة. صلاح عليا تقول لك برايك كم بتصور وياها؟ زين عليا ما عليه. يلا واحد اثنين صلاح سوي تشيز. الله. القرية المغربية، الجناح المغربي اللي في القرية العالمية، في 59 محل، في أكشاك وفي محلات كبيرة وصغيرة، لك 85 أو 90% كلها قفاطين وفساتين مغربية. ناهيك عن المخللات المغربية، الطواجن، هاي كلها الناس
تعرفها وتعرف ان مصدرها الرئيسي المغرب، اللي الناس تعشق هذه البلد الجميل المعطاء، بلد الناس الزينين، بلد الناس الراقية، لياويد كل شيء عندهم مميز. اللي موجود في المغرب كل مكوديكم اياه، كل مريود رياد، يوم يقول لك رايدين الدنيا رياد، هذه الدنيا كلها مريودة عندكم، ما يحتاج تدور شرق وغرب، كل شيء تبونه موجود عندكم. طواجن كبار شيء عندك؟ كبار موجود. اكبار فيهن يد عروه. لا هذا الكبير فيه. لا اكبر عن هذا. اكبر فيه شكل ثاني. وين؟ حبك انت شكل ثاني، يلا. لا نحن لا نبي اللي فيه قبضه، في مسكه. قبضه هذا هو اكبر شيء. ما يجيش اكبر من هذا. هي لكن هذا يعني ما يشيل شيء. في هذا اول واحد. اول واحد هذا كبير. ايه. احس انه نفس الحجم ولا لا؟ لا هذا اكبر. لا عليكم الرحمن. اللي منكم ما بتقول اسمها ما برمسها. اول شو اسمك؟ غزلان. غزلان وانتي؟ وانت؟ منو شو اسمه؟ دياب. ما شاء الله عليك يا دياب. الله يحفظهم ان شاء الله. الله يبلغ ان شاء الله فيهم يا ربي. هي صوري ونص. غزلان وين جبتي لهم هالاسم؟ ما شاء الله ابوها حي فاد ما شاء الله عليه. بيكون هذا العي ابني تقليدي، ما هذا العاديات يعني، لكن اكثر شيء يازلي هذا. عطنا من هذيل صلاح بعدي بواحد واحد، عطنا ثلاث حبات. ثلاث حبات واثنين من هاي. لا شكرا. ما كنت اتوقع اني بلقط العالم فيها هالكثر القريه، توقعت اني قلت رمضان، فما توقعت اني بلقط فيه ضويل. ترى على فكره ما اصور من الطرف اليمين واليسار لان كلها عوايل، الناس توجد القفاطين وجميع الموديلات وجميع الاشياء عندهم في منتهى الروعه، اشياء جميله وفنانه بعد ما يبالي كلام. لا شيء تم ابوي، لا دلكه ولا غير دلكه، كله موجود ابوي عندهم. المغرب بعد ما يبالي كلام، زيوتهم عطوراتهم وشيء جلسه في النص. فيها شاي الاتاي وما اتاي، وايد وايد اشياء مميزه. مميز المغرب عراقة وأصول ناس طيبة وأياويد وناس. مرحبا بك، كيف حالك؟ من أنتي؟ أنتي من؟ أنتي اسمك؟ ليلى. ليلى والله والنعم بليلى. شو عندكم؟ عندنا ماسكات، زيوت، كريمات، أرغان فريش. ما شاء الله ما شاء الله. صابون حمام مغربي. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك. هذا أبوي مكانهم. ها ها زهرة اللوتس. هذا أول ما تدخلون بتلقطون ليلى مرة قدامكم. هذه ليلى وترحب. شكرا. بارك الله فيك يا ليلى. شكرا شكرا شكرا. الله يسلمك. النداء هذا للكل، من كل والجميع، القفاطين بجميع أنواعها، لكل شيء فنان عندهم، وياينكم موسم عياد وموسم رمضان، للقلاليب مال البيت، القفاطين للزيارات، شرق وغرب، كل شيء مكون. آلاف مؤلف المحلات ما برمتليهن، ما ينقص أولهم من آخرهن، الدنيا والدين كله عندهم. يميز القرية العالمية، وما تقول تسائل القرية العالمية اسمها منها وفيها، مثل هاي أغنية هاي الكويتي، عيونك الله ما أعطيها كحلها منها وفيها. هي والله. نعم عليكم السلام. ما شاء الله أقولكم في الأجواء الرمضانية والدنيا هاللي تشوفونها من كل بلاد جايينكم، من كل بلاد. لا تم اليمن، لا تم صنعاء، لا تم تبوك، لا تم عرعر، لا تم باكستان، لا تم كراتشي، لا تم الهند، كلها بوية الدنيا عندكم. البحرين، كل 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 بقعة. الجو ها لا عرجنا ولا شياته، الجو بعد لطيف ومناسب ويواحي. ها لا تقولون الحين حر، بعد الحر بعد مدة طويلة كان وما زال الجو في منتهى الروعة، أجواء رمضانية، تروم تتمشى، تروم قبل المغربتي أنت وفريجك عيالك والعمال المساعدة تقضون يوم جميل، تفطرون وتتسحرون وتسوون شوبينج وتتمشون وتعينون من الله خير. لوح التظاهر من وين؟ من السلع. تظهر الساعة 4 الساعة 6 ونص أنت موجود، 10 دقائق أذن المغرب، تحجز لك جلسة طاولة هناك أنت وهل كلها مطاعم وايدة، والمكان وايد كبير، والمسايد ودورات المياه، دورات المياه يا أبوك ودك ترقد فيهم النظافة. أكيد وقرية تركية نحن ما بنقصر بها، ودنا نحوط القرى كلهن، لكن ما شاء الله لو بنحدر الأجنحة كلها
يبالك ابوك ما يسدك حتى ثلاثة ايام على تلا ما تروح تقصاها. ومديك ابوي القريه التركيه ما شاء الله تلقط ابوي كل شيء مميز وجديد وفنان كله عندهم اعشابهم الطبيعيه وماكولاتهم وسويتاتهم وكل شيء زين كل شيء موجود عندهم ما بتلقط شيء عادي اي شيء سبيشل بتلقطه موجود في وين في القريه التركيه من اطعمه من كعك من مواد غذائيه مواد تموينيه راحت الحلقوم جميع انواعها واللي ما شاء الله عليها تخبز هذا الخبز الجديد ها السلام عليكم مدام هاو ار يو ياك شملار ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذا وات ذس هي بالتشيز والسبان خلي عرفتوا هذا تحيدونه كل شيء موجود عندهم قرية تركية قرية عريقة لا تجود لا ما شيء قاصر عليها كل شيء موجود في تركيا موجود أبوي عندكم في دبي ما يحتاج يسيرون تركيا تذاكر ومخاسير وشرق وغرب كل أبوي موجود عندهم صناعة التركية صناعة جميلة وفنانة وكل شيء عندهم اللي موجود هناك ميوبها كل فرش لا تحرون بتلقطون شيء عادي كل فرش مميز Thank you. حلو أبوي موجود عندهم قرب الله تلا تراه كل شيء مميز عندهم السلام عليكم كيف حالك حياك الله ها شوفوا شو اسمه هذا منو السلوى ما هذا سمعتوا بالمنو والسلوى هذا المنو والسلوى عندهم التركية ها شو أخبارك تمام علعل صلاح تعرفه هذا منو هذا ايه صراحة هذا تعرف منو؟ كيف يعني؟ مشارك. تخبره؟ مشارك. هذا من الخنور؟ لا من الشرق احنا؟ ايه من الشرق ايه انت للشرق؟ ايه اخوك يعرف الشرق وين؟ ايه ابوي ايه هاي غلا راقدة الله يحفظك لا تتوقع انك انت دخلت ابوي القرية التركية بتظهر من غير ما تخمخم الدنيا كلها كل أشياءهم جميلة شوفوا على فكرة القرية العالمية دخلوا عليها تطويرات وتحسينات مش موجودة في السنين اللي اختفت حاليا القرية العالمية كل شيء سبيشل موجود عندها ما فيها شيء عادي لا حاليا كل شيء فنان هو موجود في القرية العالمية فريش طازة من فريش طازة على قول أيوة من الأول فريش طازة وانت ساير لين أبوي ثياب كل شيء عندهم بزراتهم ودوياتهم الأشياء المجففة كل شيء مريود عندهم كواويد شيء بالعظمة اسمه صغيروني أحمد بشهاب بسم الله عليك الرحمن الرحيم أحمد داني سرق ربي وما عطاني الله يحفظه يبارك فيه أحمدو بدو حليل الله يحفظه إن شاء الله أول الناس تعنا لين تركيا وتشحن وطيائر وفنادق ونزل سامان ودفع ضرائب وشل الضرائب وحماميل ووزن الوزن في المطار روحه الوزن في المطار وحظهبه هاي ايش الحكي لكن الحمد لله ها شوف هناك شوف الطرب هنا ها شوف الطرب مبسوطين الناس مبسوطين وفرحانين ها ما شاء الله مهند اقول لك هذا شو حينه هذا مسرح صغار التفاعل تعرض فيه الملكيات الفكريه اللي تمتلك حقوقها القريه العالميه مثل رسوم بين الغولي أندري بيرز وغيرهم بحيث أن يقدمون عروض ترفيهية بالكاركترز مالتهم والشخصيات للأطفال اللي موجودين وهذه الدباديب مستعملة على أساس الفاصل اللي هو 2 متر بين كل عائلة وعائلة أيوه رمضان حولناه مثل ما تقول سينما خاصة للأطفال بحيث أنهم يشوفون رسوماتهم المفضلة اللي نحن نمتلكها شكرا هذا شارع جديد هذا فيستا وهذا الزي الازرق شو هذا هي. هذا حاجز حق هذا الرجال هذا هذا الزي ماله شو كيف حالك كيف انت مثل الضيوف خدمه العملاء في القريه العامه ما شاء الله ايش حالك الله يسلمك كيف انت حبيبي الله يسلمك ما شاء الله انتم خدمه منو الزي هذا احنا نخدمكم بعد الله يخليك يطول بعمرك
هذا شارع جديد ها؟ هذا شارع فيستا ستريت، اول مره في القريه العالميه هذا الموسم. متى ابتدى؟ ابتدى في اول الموسم 25. شوف هاي السياره يمينه، السياره يساره، وهذا الممر. والقريه مفتوحه من الساعه 6 المغرب لين الساعه 2 في الليل. جميع فعالياته، اجواء رمضانيه تجنن في منتهى الروعه. لا تقولون ما حد قالكم، بنحط لكم الموقع على فكره والرابط مال حجز الخيمه للي بيجي. يستحسن اونلاين يحجزون. ان شاء الله ونحن ظاهرين طالت اعماركم من نحب نصير نتقهوى الحين بعد شويه في خيمه المجلس، المجلس العالمي. ونحن هناك بنحط لكم العنوان مال الخيمه للي يبقى مثلا يطلب. اقول لك مهند شيء انترنت هنا عندكم؟ اكيد خدمه واي فاي سريع جدا مجانيه لضيوف القريه العالميه موجوده في كل بقعه هنا. والله فل سبيد ولا؟ فل سبيد. اشكر فنك. ايه دبي دبي القوية هلا القوية هلا. الممر لفت انتباهي الجلسات هاللي من جرانيت، هذه جلسات جميلة للغاية وبسيطة، جلسات من جرانيت صب كاملة، أحجار مقطوعة على ما تشوفونها، شكلها جميل ومميز ما شاء الله تبارك الرحمن، شيء في منتهى الروعة. شخصية اللي افتكر هالموضوع أكيد إنه شخصية مميزة، سبحان الله. أجنحة كثيرة وعديدة ما تعرف وين تسير وين تي. نحن بني حين طالت أعماركم أول شيء الأوروبية بندخل مدة 5 دقائق وخلاف، نحن بنسير عنوة للجناح السوري. Any problem on the nose? If you have clogged nose, runny nose, sinusitis, cold and flu, just hot water and 1 drop of the oil only. Shim. Shim, yalla. Yeah, shim. Yalla. Now shim. Yalla, تروح صلاح. لا صلاح صبر. وين بتشم هنا؟ تروح. Shim. Did you get a message? Okay. Now. Hello. Also for my friend. Okay. تروح عادة. تنشق تنشق. constipated, bloated, gas, colon, or any kind of problem inside, like indigestion, one or two drops in your tea, coffee, or chai, or only hot water, two drops you can drink. Okay, sir? Okay. Now, external, if you have suda, one drop on your dimple side by side. And then if you have a lot of pain, like migraines or stress, two to three drops rub your neck. Because 80% of our headache came from the spinal cord, so you have to rub your neck. Okay. Now, sir, for back pain... Ya Rabbi, yeah. You are talking too much, mashallah. Pain, body pain, knee, all over the body. Thank you. All you have to do at night, take shower. Now they said how much? 250 complete. Much better, sir. You can save a lot. 250 for the whole package, sir. Give us four sets. Four sets. Yalla. Salah! Shu hada? Bahar makhak. Bahar makhak. Bahar makhak. Hada abu shay wayed zin. Arab kel hatta annale. Khati khadiqa basit ba mina. Yom nhan yomiyena. Khadna bad nhan ziyada. ما ادري حشو بنحط ام محمد هي تعرف له. Organic, natural, sir, كل اورجانيك؟ Yeah, pure natural. هي. No chemical, no alcohol, that's why you have. From where this one? نمسا. Yes, sir. And where do you come from? Philippines. Philippines. What's your name? My name is Jema, sir. ها؟ جمعة. جمعة، ما شاء الله عليك يا جمعة. سمعت شو اسمها؟ جمعة. جمعة. ونحن نسميها يمعوه. يمعوه. هي في بلادهم لازم يمعه. نحن يوم تقول انت يمعوه. يمعوه ولا يميعه؟ يميعه يميعه. صراحه عرفت شو اسمها؟ يميعه. يا عليا علاية ايش حالك؟ زينة. وين جايبه هالزين يا علاية؟ ما شاء الله عليك الله يحفظك. ان شاء الله ما السلام عليكم. نتبعك وين رايح نحن وراك؟ ما اقول عنك شيء. ما شاء الله ما السلام عليك. وعليكم السلام. ليلى شو اسمه صغيروني؟ زايد.
زايد ما شاء الله عليك يا زايد. زايد ترى هذا صلاح. شو صلاح؟ الله يبارك فيك ان شاء الله، الله يحفظكم طالت عماركم. مدفع رمضان يوم يعديه مرة يقول الله أكبر هو يثور، يتثور أبوي وقت أذان المغرب مرة يوم يقول الله أكبر ثور. فطرة العرب كل هالناس. ربلي صدق أو لا تصدق، علامة تجارية عمرها أكثر من 100 سنة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تفتحنا في دبي في القرية العالمية، مختصة بعرض أغرب التحف اللي موجودة على كوكبنا أو حتى من الفضاء. عنده قطع حديدية طايحة من نيازك. نيازك نعم طايحة من معروضة داخل. هي موجودة داخل ما شاء الله، وعدة أشياء غريبة هي تعليمية أكثر للأطفال مثل ما تقول، بحيث أنهم يتعلمون مهارات جديدة. بارك الله فيك. شو عندك؟ توت الشامي. توت الشامي قارب على الفرش، ينور الوش، يخفف الكرش، ويطول الرمش، ويبعد عنك الحماية قوية وبتوش. هذا كله من التوت الشامي؟ هذا كله بتوت الشامي عمي. هذا التوت ابوي توتي بتوت. ها هذا التوتي بتوت. توتي بتوت. ما عندكم في الشام هالتوت؟ عندكم توت هالنمون انتو؟ عندكم من هالتوت؟ ما عندكم. ما في والله. لا 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 ما شيء ما شيء. توت من هالنوع. مرحبا براعي الدير. ايه عمو كيفك؟ شو اخبارك؟ وين اللي بتعطيني تمر هندي؟ تمر هندي موجود. وينه؟ حياك الله بجيب لك. يلا الحين ضروري. حياك الله. تسلم. هنا ابوي عند القريه السوريه البسط اللي يدور البسط الاوليات. هذا ابوي ها. البسط الاوليات كل هنا ابوي مره عندك انت يا عندك يا بوابه الجناح السوري. الجناح السوري مثل ما تحيدونه كان وما زال بكامل اناقته وجماله وهيكله وبزونده وعلومه كلها. ها هذا ابوي كل شيء مميز بتلقطون عندهم. يدورون الدقلات، يدورون الفروات، يدورون البشوت، يدورون الاشياء السوريه الاوليه، كل شيء موجود ابوي عندهم. لا يدخل في عقلك يكون ما بتلقط شيء عندهم، كل شيء تبونه موجود عندهم. كل شيء منتج، كل شيء منتجات سوريه مميزه تلقطونها في القريه السوريه. ماشي ان بغيت ابوي مكسرات، زعتر ومعتر وادويه وملابس وكل شيء، كل شيء موجود عندهم. هي بالبلوكي هي بنضي فوكي على ماده طرح طوكي وبيلا بالبلوكي بالملح والكمون غشوكي ولك قبل هدوكي ويا عزيز الف ليره انجليز وان شاء الله ما بيحبكم بروحوا في حسابي يا بليلا. صلاح تعرفه؟ كيف ما تعرفه؟ هاي غني لك صلاح تمر هندي فنان هذا. لا لا مريت تمر. نكونوا 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 ضروري 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 يا منهل. لا لا مريت تمر طيب وماردي. قرب يا لذيذ يا ريي. هذا الفريش وبنت الوش وطول الرمش. زلمه من وين يا حبيبي؟ هذا صلاح. مرحبا. صلاح. عمي صلاح. صلاح يرمس. خدي ياله اخذ علي يا حبيبي. نيال يا صلاح شنو شاف التمر هندي يا بعدي نسينا يا بي صلاح يا صلاح ورزقك تسلم لي ونحن بنحبك انت يا صلاح وغالي علينا وانت يا صلاح فيها الهنا الشفاء وهنا شو عمي صلاح حامد شو عمي صلاح قطم قطم قطمي خبيني بيت الموني بكرة لما بيجي البر ما في غير الكانون وحطيت بنص نصيص هالبرزات راسه مدق البستان وعرفان تحي قلبي وخيدي منه شي نارا ماما بتدي ما في مثلي بالحارة قطم قطم قطمي خبيني بيت الموني قطم قطم قطمي بس صلاح ايه رجال بيتجوز مو مجنون خديني يا بالمحل يا بطو يا بل
خلينا يا ابي خلينا مال الشاطئ. هذا سامي صلاح نورتنا والله نورتنا عمي صلاح. شرف يويك يعافيك. شكرا صلاح. هلا 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 بالاكاكم عنهن بس موجودات خارج وداخل وهذا صابون زيت الزيتون وزيتون ما ادري شو القهاوي كل شيء يخطر في بالكم كل شيء موجود عندهم. هذا اللي فيها مال الصفد والصدف حد يسميه صفد وحد يسميه صدف اشياء كثير وعديده لا تنعد ولا تنحصى كل شيء كل شيء. ما عليكم السلام. انا بعد بعد انا بعد. انت ما خبرتيني شو اسمك انت؟ حمده. حمده وانا شو اسمي؟ انت واحد من سناب. قولي والله. والله اسمي خالد وهذا اللي وراي اسمه انا كونو. هذا هذا جميل هالفنان. انا مره شو انت طيران الاتحاد يا تلكم تحدي امتعت الروائع. هذا الحين عندهم ابوي اول شيء مليون مايل ناهيك عن 50,000 درهم جائزه 25% من الجائزه عبارة عن شوبينج في القرية العالمية و 25,000 أبوية كاش تقبضهن اليوم بيومه من هالصندوق. هذا أبوية أبتلكم إياه طيران الاتحاد. هذا كل أبوية طيران الاتحاد. الناس تقول تحجز أونلاين تحجز أونلاين بعيد أخير لك من أنك. السلام عليكم. الله يبارك فيك حبيبي. تحجز أونلاين بعيد أخير لك من أنك أنت أتي وتوقف بها تحصل وبها ما تحصل. فلذلك اللي يفضل أن اللي بيجي يحجز أونلاين. فلذلك تلقط مكانك جاهز وتفتك بالصدع والديانة إن كانت أجواءك عائلية ولا شبابية ولا مدخن ولا مع شباب ولا عوائل. كل مكان كل حد وله مكان معين يروم يستمتع فيه. عازف الناي قدامك وعازف الرق قدامك والناس كلها بوي مبسوطة وفرحانة وعين من الله خير. أجواء جميلة ما أبالغ أجواء جميلة وأنا سعيد سعيد إلى أبعد الحدود إني في هالمكان الفنان الحمد لله. آمين ما خلينا بكم نكونوا عقبوي هذا أي خلاص حلينا المكان مطعم جالس تاكل صراحة عقب حبيبي إيه ما تروم تاكل وتلابس. هذا كل بين فترة والثانية يحطهم في الكلور ساعة راعي العود ساعة الحكواتي ساعة راعي التنورة ساعة أشياء وايدة. الجو بارد والله الجو في منتهى الروعة. أقولكم فروا بالروح العزيزة عبتين سوا رابطين عماركم في البيوت أظهروا تفرجوا طمشوا طالعوا عرفوا العرب وين تسير وين تدي. شوفوا الناس هاي كلها ثقافات هاي كلها تعدد ثقافات من أطعمة من فنون من 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 مطاعم من شوبينج من مشاري من تشوفون أوادم تشوفون الناس ما قد شفتوها. أبوي هالي غادي انطوائي روحه ييلس البيت هذا بين قبل ينون والله لين قبل ينون ليجلس روحه هذا يسمونه التوحد. هلا يجلس روحه في البيت هذا بضل من التوحد. لا اله الا الله. اقول لك
تبغي عرق الأرواح، هذاك الميذوم يعزلونه، الروح ما لها غير عرق الأرواح، غير الميذوم يعزلونه، هاك الميذوم اللي في دام عزلوا روحه، ولا الروح تبع عرق الأرواح، الناس للناس والكل بالله، الله أكبر. حافظ عليك يا أبو محمد. هاي قهوة، شيء شربت أنت الحين؟ شيء كلت غير؟ ها هاي حاطين الكلفال والمكسرات من كل شيء، ما يسامحني بالعسمة. الله يسلمك. هاي ضيافتهم أبوي، هاي الخيمة من عندهم، المكسرات والحلويات والدنيا والفواكه، هذا ستب عادي يعني نورمال للضيافة، لا غير شيء من يبع طويل عريض، وتروم تطلب المطاعم اللي تباه، وتروم كل شيء، كل شيء زين، أجواء جميلة في منتهى الروعة، واليلس والكراسي شيء فخم يعني، شيء فخم. الأماكن اللي منك ما رو ما أصورها لأن شيء حريم وعواير ما أدري كيف ما فيه. شو رأيك في الأجواء بالله عليك؟ أجواء رمضانية يعني من أمها سبحان الله. نعم جميل الجو، جميل والحمد لله سبحان الله. هالمكيفات، المكيفات يبردن على كل اليلسة هاي كلها. أيوة والله. سبحان الله ما كان لسه هذا بلية، ما في طمام، هذا ترى ما بلية طمام، ما بمطموم الخيمة وما لها سناح قابض البراد. أيوة. لا ما شاء الله جو رومانسيزي. ايه بعد فراولة شهدوات ما شاء الله عليك. أضيط عمري حلاوة بعد. الله أكبر. دلعني أبو محمد دلعني. إن شاء الله إن شاء الله الجايات أكثر. يا الله. ما بخليه بك بقعة. ما تقطع إذا الله جعلنا من الحيين إن شاء الله. أقول لك نكون نبه شلة من شلات هل البحر ولا شلة اللي تعرفه. يقول وانسل يا هي وانسل يا شيطان دو من كوبا ثانيني شيطان أموني طالب الشر وانسل يا هي وانسل يا شيطان. هذه قال نديمة نديمة نزيد. وبعد أول هالصور. أيوة الله أكبر على البحر. إيه هذا وقت الراحة. إيه قلبي تم على نمتين دو بنقتل بو درامبو كسامين ودرامبو لا تخاف من ممنقو لا تخاف من عيونه قتلنا دايم الله من قتل ابو درامبو هالمين ودرامبو لا تخاف من عيون قتلنا وامثل يا هي وامثل يا شيطاني دو تعرف هاي؟ ما تعرف ابوي انا الخوار انت شلت الخوار مبقاقا خلنا نقرح هذا مسحرات، اتوقع ان هذا مسحر السوريين كل دقيقه اي حد ساعات السوري.
الجدار. وحد الله. عندي منو قاعد يقول اني في الجدار عندي ثيب هناك. يا هبه. هذا مطعور ولا كريم. يا سلام عليكم. ويقول خلوني باكل لا ادوح دم 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 ما بدي عليك اخذ بعد ما عندي وقت. واحد الرزاق رمضان كريم مسحراتي على طريقه سوريا ومصر والمغرب ثلاث دول كل دولة لها العراقة ولها باع طويل في كل أنواع يعني ديزاينات أشكال وأنواع كل حد من نبي ها ما حطايم لنا احنا كثير من الناس وفي عرضنا أضحي نايم وحد الدايم يوم تحراتي كثير من الناس هاي عجلتوا مع الفاضي واحدة بياك ما عطوا فرطة ياكل كيف حالك؟ كيف انت؟ شو اسمك؟ اسمي محمد والنعم يا مرحبا بمحمد منو يتابعني عندكم انت يدك منو؟ وايد احبها سلم عليها سلام كثير الله يخليك تبغى نسجلها فيديو خاص؟ يلا يا تليفونك اسمها ليلى اسمها ليلى؟ لا اما منو هي؟ ام محمد ام محمد؟ أم محمد هي ولا ليلى مارو ما طري اسم محمد سلام عليك صلاح سير البيت سير ابو ظبي يلا حبيبي حينك